في صباح الخير يا مصر، حلقة خاصة عن سنابل الذهب الأصفر. موسم حصاد الذهب الأصفر في محافظات الجمهورية، من الحصاد إلى التخزين في الشوان والصوامع، مراحل الأخيرة من حصاد محصول القمح، لقاءات مع المزارعين في حقول القمح والمسؤولين عن الصوامع. إزاي شجعت الفلاح أو المزارع إن هو يورد لكم القمح؟ تغطية خاصة من مختلف محافظات مصر، موجودين مع أهلينا في الفيوم، من محافظة الشرقية، من محافظة الغربية، محافظة بني سويف، محافظة المنوفية، في محافظة البحيرة. صباح الخير يا مصر، الأربعاء 7 صباحاً على قناة مصر الأولى.